طيب ان شاء الله في الفيديو ده هنكمل بقى حل في مسائل الاكسل فلو جاس تربن. طيب احنا زي ما احنا شفنا الاكسل فلو جاس تربن، احنا يمكن شرحنا معظم يعني البارامترز اللي احنا نستخدمها علشان خاطر نحلها يعني ونحل مسائلها. ويمكن المرة اللي فاتت او السكشن اللي فات في الفيديو اللي فات كنت وريتكم ازاي تحلوا مسألة رقم واحد، ودي كانت مينلي تدريب كده مباشر على ازاي ان انت ترسم ال TS diagram وازاي ان انت تقدر تستخدمه في حساب ال total to total efficiency لل gas turbine سواء كانت multi stage او single stage. طيب احنا النهاردة ان شاء الله هناخد بقى يعني مسائل تدربنا اكتر على موضوع ال velocity triangles او مثلثات السرعات، لان طبعا مثلثات السرعات يمكن اهم شيء في البرفورمانس، ومنها يعني مش في بس في الاكسل فلو جاس توربين ده، في اي تربو ماشين يعني احنا بناخدها. طب تعالى كده نشوف مثلا مسألة زي مسألة رقم 3. يفضل يا جماعة ان انت وانت داخل على الامتحان بتاع التربو ماشينز، يعني عشان هما مسائلهم كتيرة يعني متنوعة واتنين تربو ماشين وكده، انك تكون يعني قوانين بالنسبة لك سهلة الاسترجاع، يعني تبقى انت حافظها كويس بحيث ان انت سهلة استرجاعها عشان خاطر يعني ايه تقدر ان انت يعني ايه تستخدمها في الحل وهكذا. طب بيقول لك ايه، بيقول لك والله عندنا in a certain axial flow gas turbine stage، يعني معنى كده ان هو هنا بيتكلم عن stage واحدة، لانه ممكن يكون بيتكلم عن multi stage. بعدين بيقول لك ايه، بيقول لك والله the axial flow velocity اللي اسمها CA is constant، هي ثابتة. طيب وبعدين ده المفروض ان هو حاجة بالديفولت كده، يعني الاكسل فلو فيلوسيتي ثابتة، دي حاجة اصلا احنا عارفينها واتفقنا مع بعض ليه، علشان خاطر يعني ما يبقاش فيه اكسل ثراست. بعد كده بيقول لك the absolute velocities اللي هي المفروض ان هي السهات، طيب entering and the leaving the stage. لما تيجي نفتكر كده مع بعض الستيج بتاعة الاكسل فلو جاس توربين كانت بتبقى عبارة عن ايه، قال لك والله كان بيبقى فيه اول مرحلة يعني او اول جزء من المرحلة بقى او اول حتة في المرحلة اللي احنا كنا بنسميها الستيتور، ده كده عبارة عن المفروض ان هو نوزل. طيب وبعدين الجزء التاني المفروض يعني اللي هي الموفينج بليدز، ودي اتفقنا مع بعض ان احنا هنسميها الروتور. طيب وانت المفروض يعني ان انت بتبقى داخل على النوزل، فانا بقى مع بعض دي روتو دايناميك ماشين، يعني انت بتبقى داخل هنا على النوزل بنقطة اسمها واحد، طيب المفروض ان انت بتبقى خارج هنا بنقطة اسمها اتنين، يعني بتبقى زودت لك السرعة في مقابل طبعا الستاتيك بريشر بي ال. بعد كده بتوجه بقى الكلام ده على الروتور، الروتور ده المفروض ان هو بليدز يعني على شكل ايروفويل، لان احنا طبعا المرحلة دي رياكشن خلاص، فالمفروض البليدز على شكل ايروفويل، بتخرج بقى هنا عند المفروض نقطة تلاتة. طيب فلما انا اكلمك عن الانترنج والليفنج للستيج، انا كده بكلمك عن واحد وتلاتة، واحنا اتفقنا مع بعض ان واحد وتلاتة دول زي اخوات كده، يعني زي متلازمين دايما مع بعض، يعني دايما سي واحد هي نفسها سي تلاتة بغض النظر عن الكونديشن. انما هو هنا بقى يعني خليها لك محددة اكتر، قال لك ان السي واحد والسي تلاتة دول بيبقوا اكسيال، خلاص انت كده بتتكلم ان سي واحد هي نفسها سي تلاتة هي نفسها سي اكسيال. ولو تفتكروا معايا اتكلمنا عن ده، ان ده المفروض ان احد الشروط اللي احنا بنسميها ايه، بنسميها axial flow at inlet. طيب وبعدين قال لك والله لو عرفت يعني يا باشمهندس ان الفلو كوفيشنت اللي هو الفاي ب6/10 and the gas leaves the nozzle، يعني الجاز بيسيب النوزل اللي هي المفروض ان هي بنسميها كمان الستيتور خلاص، طيب الجاز بيليف ذا نوزل بانجل 68 درجة، يعني قال لي ان الفا 2 كانت الزاوية دي ب 68 درجة. كالكيوليت ايه، عايزك تحسب ايه؟ اول حاجة انا عايزك تحسبها، احسب لي الستيج لودنج فاكتور اللي هي المفروض انها الابساي. طيب دي اول حاجة، ده اولا يعني. طب تاني حاجة عايزك تحسب لي الروتور بليد انجلز، المفروض يعني على الروتور يبقى بيتكلم عن 2 و3، وطبعا البليد انجلز يعني اللي هما ايه بيتا 2 وبيتا 3. طيب واخيرا بقى وليس اخيرا، عايز يحسب الديجري اوف رياكشن اللي احنا سميناها لامدا، وممكن نقول عليها ار طبعا زي ما احنا ايه عارفين القانون بتاعها. طب تعالى كده نبدأ نحل المسألة بتاعتنا.
طيب هتلاقي ان هي القوانين اللي احنا قلناها المرات اللي فاتت احنا بنوظفها بقى على طول وبنقدر بشكل مباشر، يعني كأنها مسألة تعويض مباشر يا جماعة في القوانين. يعني انا ممكن احلها حتى لو انا ايه مش عارف مثلثات السرعات بتترسم ازاي، ممكن تحلها لو انت حافظ الدنيا بشكل كبير، بس انا بفضل يعني ان انت تبقى عارف ترسم مثلثات السرعات. طيب يعني انا مثلا عندي دلوقتي اليو، انا متبرمج بقى خلاص اليو بنرسمها كده بالمنظر ده. طيب بعد كده انا عندي والله سي 3 المفروض ان هي اكسيال فلو ات انلت، فساعتها سي 3 وسي 1 اكسيال، خلاص ادي كده مثلا دي كده سي 3، دي كده تمثل السي 3 طبعا، وسي 3 بقى هي في بالنسبة لي برضو هي نفسها ايه، هي نفسها سي اكسيال. طيب والله مين اللي كانت بتقفلهم، يعني مين اللي كان بتقفل المثلث ده كده بالمنظر ده؟ قال لك والله اللي كانت بتقفل المثلث بالمنظر ده دي اللي احنا كنا يعني بنسميها في 3. خلاص يبقى دي كده مين، دي كده المفروض انها في 3 او دبليو 3. انا على ما اتذكر يعني في جزء من السكشن اللي فات في اول حتة كده قلت لكم اسمها دبليو 3، خلاص لو انت سميتها دبليو 3 مفيش اي مانع، هي طبعا الريلاتيف فيلوسيتي. طب عايزين بقى نرسم الجزء الاخر يعني من المثلث بتاعنا. طيب قال لك والله المفروض ان احنا عندنا كده طبعا الناحية التانية دي كده دي المفروض ان هي في 2 خلاص. طب وفي عندنا بقى طبعا اخر يعني بقى حاجة معانا واخر سرعة معانا دي المفروض ان هي يعني ايه ان هي تبقى سي 2. ده كده بالنسبة لشكل مثلث السرعات بتاعنا خلاص، ودي طبعا كده في 2، وطبعا زي ما انت عارف لازم يكون الاكسيال فيلوستي واحدة خلاص، فتلاقي يعني ايه الطب من هنا هو نفسه الطب من هنا، وطبعا سي اكسيال من الواضح ان هي نفسها سي 3. طب عايزين نتأكد ان احنا راسمين المثلث بتاعنا ده بشكل صحيح. طبعا احنا كده في حاجة محتاجين نعدلها، يعني ان لازم سي 2 مش هتبقى داخلة كده، وانت طبعا يعني سهل تكتشف بقى انت صح ولا غلط بالقاعدة اللي احنا قلنا عليها. ازاي نعرف احنا صح ولا غلط؟ قال لك والله لازم اليو وراها الفي، يبقى الفي وراها اليو او اليو وراها الفي، المهم ان الاتنين يكونوا في ظهر بعض. طيب فسي 2 بتقفل الموضوع ده، يبقى سي 2 لازم تكون بتقفل اليو مع الفي. طيب يبقى معنى كده لما احنا كنا عاملين السي 2 اتجاه فوق سهل تكتشفها، يعني دي مش حاجة يعني عويصة يعني عليك، يبقى يو ودي كده في 2 وبتقفلهم بقى كده دي ايه كده دي سي 2. طبعا المفروض ان انا بقى برضه اتشك على 3، قال لك والله كده برضه يو وراها في 3 بتقفلهم سي 3، احنا كده في السليم، احنا كده في السليم. طيب الزاوية دي طبعا هي المفروض انها زاوية في 3 مع الرأس، احنا اتفقنا مع بعض في الاكسل فلو ماشينز عموما بنحب نعرف الزاوية مع الرأس، يعني الزاوية دي كده اسمها بيتا 3. طيب وسي 3 هي نفسها الرأسي، يعني معنى كده ان الزاوية بتاعتها اللي هي الفا 3 بزيرو، وده عودنا بعض عليه. طيب لما نيجي بقى نبص للناحية التانية اللي هي الناحية التانية بتاعة الانلت، طبعا الزاوية دي كده هي الزاوية بتاعة في 2، طبعا دي كده الزاوية اللي المفروض انها اسمها بيتا 2، ودي كده المفروض انها الزاوية بتاعة سي 2 مع الرأسي دي اللي احنا المفروض ان احنا بنسميها الفا 2. طيب يبقى ده كده شكل مثلثات السرعات الحمد لله، يعني ايه قدرنا ان احنا نرسمه. طبعا من الواضح ان في 2 مايلة، عشان بس محدش يظن في المسألة ان انها ايه ان بيتا 2 ان في 2 دي نازلة رأسي ولا حاجة، لا هي مايلة او ليها زاوية اهي من الواضح ان لا اسمها ايه لا اسمها بيتا 2. طيب تعالى كده واحدة واحدة خلاص نحل يعني المسألة. أنا كان بس اللي يعنيني في المسألة دي إن أنا أبقى عارف ألفا 3 وألفا 2، يعني أنا لو عارف ألفا 3 وألفا 2 بالنسبة لك المسألة دي خلصت، ممكن ما نرسمش مثلث السرعة بس أنا عايزك يعني تتعود عليه. طيب والله أولا أنا عايز أحسب الستيج لودنج فاكتور دي، يعني كان المطلوب رقم إيه، دي اللي إحنا كنا بنسميها إف ساي. طب دي بتساوي إيه؟ قال لك دي والله بتساوي 2 فاي خلاص. طيب مضروبة في إيه؟ قال لك والله مضروبة في تان ألفا 2 خلاص بلس تان لو تفتكر الفا 3، وده يعني كان قانون من القوانين اللي احنا قلناها يعني المرات اللي فاتت. طيب والله الفاي اللي هي المفروض يعني الفلو كوفيشنت هو كان يعني مدهلنا في المسألة بستة من عشرة، يبقى 2 مضروبة في 6 من 10 خلاص مضروبة في تان الفا 2 اللي هي تان 68
زائد تان الفا 3 اللي هي طبعا تان 0. ان الفا 3 بزيرو اكسل فلات انلت، فبسهولة جدا هتقدر ان انت تحسب الابساي وتطلع معاك 2.97، وانت بقى تشكل الارقام دي وراهم. طيب المطلوب رقم بي عايز ايه؟ قالك والله انا كنت عايزك تجيب لي البليد انجلز اللي هما بيتا 2 وبيتا 3. طب كان في ريليشن كده بتجمع ما بين التان، لو تفتكر تان الفا 2 وتان بيتا 2، كنا بنقول ان تان الفا 2 هي نفسها تان بيتا 2 خلاص زائد 1 على فاي. زي ما بقول لك كده، كأن المسألة هي تعويض مباشر في القوانين اللي احنا كنا كتبناها المرة اللي فاتت دي. طيب يبقى معنى كده تان الفا 2، والله انا الفا 2 هو مديها لي ان هي ب 68 درجة. طيب الكلام ده يساوي تان بيتا 2 اللي احنا اصلا اوريدي بندور عليها، دي البليد الانجل عند مدخل الروتور، زائد 1 على فاي يعني 1/6. فمن هنا تقدر ان انت تحسب بيتا 2، والله بيتا 2 هتلاقي ان هي طلعت معاك 38.95 ديجري. خلاص كده يبقى احنا قدرنا ان احنا كمان نحسب بيتا 2. كان في قانون مشابه بقى اللي هو طبعا بتاع الفا، بس بدل يعني الفا 2 هتبقى الفا 3. طيب تان الفا 3 المفروض ان هي تبقى تان بيتا 3، بس المرة دي ماينس 1/فاي. طيب انا لو تفتكر معايا الفا 3 المفروض ان هي بزيرو، يبقى تان 0. طيب الكلام ده هيساوي تان بيتا 3 ماينس 1/فاي يعني ماينس 1/6. فانا هقدر من هنا ان انا اجيب بيتا 3، فلاقي ان بيتا 3 طلعت معايا 59 درجة. طبعا الموضوع سهل جدا بقى بالنسبة لك قوي لو انت حافظ ال dimensionless parameters دي. لو واحد تاني بقى يقعد بقى يخش جوه المثلثات ويروح يحسب سي ايه ويشوف اليو، مش هيخلص يعني، مش هيخلص في سنته يعني، فده بينجز بقى الحل ده يعني. طيب اخر حاجة بقى خالص معانا اللي هي رقم سي، قال لك والله انا عايزك تحسب لي اللامدا، او يعني اللي احنا بنسميها الار، او اللي هي تعتبر يعني الديجري اوف رياكشن. المفروض ان هي يعني فاي على الاتنين في تان، طبعا زي ما انت عارف بيتا 3 ماينس تان بيتا 2. يعني خلاص بقى بالنسبة لك دي قوانين مسلمات بقى يعني، خلاص فهي 6/2 على الاتنين مضروبة في تان 59 ماينس تان 38.95. طيب الكلام ده هيطلع ب 0.257. طيب دي كده بالنسبة لمسألة 3، يعني تعويض مباشر في مجموعة القوانين اللي احنا كنا قلناها يعني المرة اللي فاتت. طب تعالى كده نشوف بقى مسألة ذات أهمية شوية، يعني مسألة تكون مهمة كده فيها شغل يعني. خلينا كده نشوف مسألة مثلا رقم 6 بتقول ايه، هنشوف 6 وبعدين هنرجع ل 5، وياريت نركز مع بعض في مسألة 6 دي، لأن يعني ايه أنا بشوفها إن هي أكتر فكرة يعني مميزة في الشيب بتاعنا ده. هنحاول كده يعني لما نحلها يعني ايه نحلها بتركيز يعني. طيب تعالى كده نشوفها مع بعض بتقول ايه. طيب بيقول لك والله في عندنا ان اكسيال جاس توربين، اكسيال فلو جاس توربين يعني زي ما انت عارف. مالها بقى الاكسيال فلو جاس توربين بتاعتك دي؟ قال لك والله المفروض ان كانت الديجري اوف رياكشن بتاعتها 50%. طيب يمكن دي المفروض ان احنا نبقى عارفينها من ايام ما خدنا الاكسيال فلو كومبريسور، ويعني احنا هنقولها تاني برضو دلوقتي. لما بتبقى الديجري اوف رياكشن عندك ب 50%، يبقى ساعتها المثلث بتاع السرعات بتاعتك بيبقى متماسك، يعني بيبقى فيه تماثل ما بين مثلث السرعات، وبتكون كل يعني زاويتين متقابلتين متساويتين، كل ضلعين متقابلين متساويين. طالما قال لي المعلومة دي خلاص يبقى كده ما نقدرش نعتبر ان هو اكسل فلو ات انلت، خلاص احنا نقدر ان احنا نرسم بقى هنا مثلث السرعة. طب بعدين بيقول لك the absolute flow angle at the nozzle exit، خلاص بقى انت اتعودت ان دي اللي احنا بنسميها النوزل انجل، او يعني عند مخرج النوزل، او اللي هي يعني عند نقطة 2 دي كده اللي هي تعتبر الفا 2.
هو الراجل كده مديني اللمدة بيقول لي عليها ان هي ب 50%، وبعدين بيقول لي ان الفا 2 ب 70 درجة. طب at the stage entry، عند المفروض المدخل بتاع الستيج كلها. طبعا بقى خلاص يعني زي ما احنا اتعودنا بقى يعني مع بعض، الستيج حاجة يعني كده بالمنظر ده خلاص، ودي كده المفروض ان هي النوزل، وانت بقى يعني داخل كده الستيج، المفروض ان انت هنا داخل عند نقطة واحد. وطبعا بعد النوزل بيبقى فيه عندك لو تفتكر بقى طبعا الروتور بتاعنا اهو. خلاص المفروض ان انا خارج من النوزل هنا كده عند المفروض النقطة دي نقطة اتنين، دي كده النقطة الانترميديت بتاعتنا، وبعدين هذه كده نقطة كام، دي كده نقطة تلاتة. طيب المهم بيقول لي عند الستيج انتري يعني عند المدخل بتاع الستيج اصلا كان التوتال بريشر والتمبريتشر، يعني مديني المفروض ان هم يعني الجيفنز عندنا بي نوت واحد. خلاص كان مديها لي ان هي 300 كيلو باسكال، وكان مدينا تي نوت واحد من المفترض انها ب 900 ديجري سي respectively يعني على الترتيب كده. The exhaust static pressure يعني مديني بقى الاكزوست طبعا 3، طبعا static pressure يعني معنى كده ان هو مدينا بيه 3 مش بيه نوت 3، وطبعا في سبب في كده يعني 100 كيلو باسكال. طيب وبعدين بيقول لي الستيج total to static efficiency اللي احنا كنا سميناها ايتا total to static، طب كان مديها لنا بكام بقى؟ قال لك والله ان هي ب 85%. وبعدين قال لك لو عرفت ان المين بليد فيلوسيتي اللي هي طبعا اليو مين، وزي ما احنا اتفقنا مع بعض يا جماعه ان احنا الديامتر اللي احنا بنرسم عنده النقط بتاعتنا 1 2 3 دول هو المفروض ان هو المين ديامتر، لو هو ما قالش خلاص يبقى المفروض نعتبرها احنا يعني ان هو المين ديامتر، والمفروض يعني ان مش بيفرق كتير الارقام عند المين من الارقام عند التب من الارقام عند الهب. ركز قوي في الكلام اللي انا بقوله ده، لو كانت التربان بتاعتك كومباكت يعني كان التب ديامتر بتاعها صغير. طب لكن لما بتبقى المفروض ان هي طويلة بقى كبيرة، في تصحيح كده بيتعمل اللي هو بناء على الفورتكس سيري، كل ما طبعا الديامتر بيختلف هتلاقي ان في ايه، في اختلاف في الارقام بتاعتك يعني، وده المفروض ان الدكتور يشرحه لكم في الليكتشر. والمفروض ان انت خلي بالك ان مسألة الفورتكس سيري دي لو انت يعني ايه جيت ذاكرت مسألة بتبقى مهمة جدا، هي مش موجودة للأسف في الشيت ولكن بتيجي كتير قوي في امتحانات الفاينل، فيعني دي معلومة تاخدوها بعين الاعتبار. طب خلص هو مديني اليو مين يعني بيقول لي اشتغل عند المين دايمتر، عايز تحسب ايه؟ قال لك والله انا عايزك تجيب لي الورك ستيج، ادي حاجة. بعدين بيقول لك عايز يحسب ماخ نمبر عند الاكزيت للنوزل، يعني معنى كده عند نقطة اتنين، دي يمكن من ال non dimensional parameter بس احنا ما قلناهاش. طبعا المفروض ان هي المفروض ان هي سي اتنين، خلاص سي اتنين هنا نقصد بيها يعني السرعة الابسوليوت عند اتنين عشان محدش يظن ان هي سرعة الصوت على سرعة الصوت بقى، ما هو الماخ هو السرعة على سرعة الصوت، فانا مش هكتب سرعة الصوت بقى، انا هكتب ازاي نحسبها. طبعا زي ما انت عارف من ايام الاكسر فلو كومبريسور هي المفروض انها جاما، وطبعا ده اير، فجاما الاير معروفة بالنسبة لنا 1.4 في الار مضروبة في تي اتنين، طبعا المفروض ان دي الستاتيك تمبرتشر مش الاستاجنيشن تمبرتشر، ويعني احنا نقدر ان احنا نربط ما بين اي نقطة ستاتيك واستاجنيشن زي ما احنا عارفين. بعد كده عايز يجيب الاكسيال فيلوسيتي اللي هي المفروض اسمها سي اكسيال، بعدين عايز يجيب التوتال تو توتال افشنسي، واخيرا بقى عايز يجيب ذا ريشيو بتوين ذا بليد سبيد اند ذا نوزل اكزيت فيلوسيتي، يعني عايز يجيب النسبة ما بين السرعة وانت خارج من النوزل خلاص اللي هي تعتبر يعني سي اتنين، وعايز يجيب الريشيو ما بينها وما بين اليو يعني يو على سي اتنين. طيب دي كده يعني مش حاسسها انها مهمة قوي يعني، يعني ما تقدرش تعتبر المطلوب ده بالأهمية الكبيرة، لأن انت already سي اتنين يعني هتحسبها عشان تجيب ماخ، فيعني استخدمها تاني تحت هنا لأي سبب مش مشكلة يعني، دي ايه مش مهمة قوي يعني. طب تعالى كده نبدأ واحدة واحدة. مبدئيا أول حاجة لازم نرسم طبعا مع بعض مثلث السرعات. أول حاجة طبعا أنت عارف إن المثلث بتاع السرعات بتاعك ده بقى كده ده المثلث العادي الجنرال، فأنت مش هتقول بقى إن هو أكسل فلو ايه أتقلت، أمال بقى يعني مثلث السرعات بتاعنا ده يبقى المفروض إن هو شكله عامل ازاي؟
يعني زي ما احنا المفروض اتعودنا، في عندنا هنا كده دي طبعا اليومين خلاص، وجاي كده بقى يعني ترسم بقى انت شكل شبه منحرف يعني، يعني خلاص بقى ده المفروض اللي هو الجنرال العادي بقى، فانت هترسم شكل كده اللي هو ايه، اللي هو المفروض يعني شبه منحرف حاجة كده بالمنظر ده. طيب وبعدين بنقفله يعني كده حاجة كده يعني. طيب تعالى بقى كده نحط الاتجاهات بتاعتنا خلاص. طيب ادي كده دي المفروض ان هي دي كده V2 خلاص، ودي المفروض انها C2. طيب ودي المفروض ان هي تبقى من هنا كده دي V3 خلاص، ودي المفروض انها C3. طب عايزين بقى نعرف اذا كنا راسمين يعني المثلث ده بشكل صحيح ولا لا. زي ما عودتكم بقى، ادي اليو بعديها الفي، مين بتقفلهم؟ C2. ادي اليو بعديها الفي، مين بتقفلهم؟ C3. طيب بعد كده بقى نحط بقى طبعا الزوايا بتاعتنا. طيب ادي كده دي المفروض انها V2 خلاص، الزاوية بتاعتها دي المفروض انها اسمها β2. طب المفروض ان دي كده C2، فالزاوية بتاعتنا يعني اسمها α2. طيب من الناحية التانية بقى طبعا الموضوع بالعكس يعني، فتلاقي ان الزاوية دي خلاص اللي هي الصغيرة يعني المفروض انها دي المفروض انها α3 خلاص، زي ما الزاوية دي المفروض اللي هي الكبيرة بقى دي كده، دي كده تمثل المفروض β3. طب خلي بالك بقى ان احنا هنا بنتكلم يعتبر على سبيشال كيس بقى، ان الديجري اوف رياكشن هو كان قايل لنا عليها بقى ان هي هنا 50%. لما بتبقى الديجري اوف رياكشن 50% بتحصل حاجة جميلة جدا، يبقى كل ضلعين متقابلين متساويين. يعني ايه كل ضلعين متقابلين متساويين؟ يعني معنى كده ان V2 هو نفسه C3 خلاص، يبقى دي كده احنا حاجة نقدر ان احنا نستنتجها مع بعض كماجنتيود يعني. يبقى في اتنين هو نفسه سي تلاتة في الماجنتيود بتاعه طبعا، وفي تلاتة بقى طبعا هي نفسها سي اتنين، يعني احنا نقدر نقول كمان ان في تلاتة بقى دي هي نفسها سي اتنين. طيب وزي ما انت شايف يعني برضو في تقابل في الزوايا، يعني احنا برضو نقدر نقول نخلي بالنا ان الزاوية الكبيرة هنا هتساوي الزاوية الكبيرة هناك خلاص. طيب مين كانت الزاوية الكبيرة بقى على جهة الشمال كده اللي هي زاوية في تلاتة، فدي اللي هي يعني يبقى اسمها β3، فدي كانت الايه الزاوية الكبيرة هنا دي كده اللي هي تعتبر مين؟ β3. طب هتساوي الزاوية الكبيرة هناك بقى اللي هي تعتبر α2 خلاص، يعني معنى كده ان الكلام ده المفروض ان هو هيساوي α2، والعكس بالعكس بقى، يعني انت لو كان عندك دي المفروض انها α3، يبقى α3 هتساوي β2، يبقى α3 خلاص هتساوي β2. طيب انا كان عندي مين من الناس دي كده؟ قال لك والله انا كان بالنسبه لي عندي α2 يعني معروفه، يعني α2 اللي هي نفسها β3 هو قايل لي عليها ان هي ب 70 درجه يعني. طيب يبقى انا كده في زاويتين الحمد لله كده اعتبروا معايا بقى، مش زاويه واحده. فيعني هو ده فايده ان انت يقول لك ان الديجري اوف رياكشن بتاعتك ب 50%، يعني من الواضح ان دي يعني ايه يعني حاجه هتبقى مفيده يعني. طيب خلاص احنا كده رسمنا مثلث السرعات. طيب تعالى كده برضو نرسم مع بعض، وهو يعني هيبقى هنا مهم يعني بالنسبة لنا شوية، يعتبر التي اس دايجرام. طب تعالى كده مع بعض نفتكر التي اس دايجرام ده كان بيترسم ازاي. طيب مبدئيا اتفقنا مع بعض ان احنا هنرسم كل ضغط والاستجنيشن اللي قدامه، يعني دي كده تعتبر بي نوت واحد خلاص، والمفروض ان بي واحد اصغر منها سنة، يعني السرعة عند واحد مش بتبقى كبيرة. اتفقنا بقى مع بعض يعني البعد اللي ما بينهم ده بتحدده السرعة يعني، فلو دي مثلا نقطة نوت واحد خلاص، فانت كده بقى هتنزل تروح لواحد. طبعا انت عارف ان اي نقطة والاستجنيشن بتاعها خلاص، يعني لو دي علشان بس تبقى باينة
خلاص دي كده المفروض ان هي اسمها نقطة نوت واحد، خلاص في اي نقطة والاستجنيشن بتاعها اتفقت معاكم بقى يا جماعة ان في ما بينهم علاقة ايه، علاقة ايزنتروبيك يعني ليهم نفس الاسم. طيب وبعدين هيبقى في عندنا ضغط بي نوت اتنين، خلاص احنا عارفين بقى بي نوت اتنين ده هيبقى اقل شوية من بي نوت واحد، طبعا ده بسبب الفريكشن، يعني هو بيبقى اقل سنة كده من بي نوت واحد خلاص، وده كده اللي احنا رسمناه ده كده يعتبر بي نوت اتنين، واكيد دي كده تعتبر نقطة لو انت هتمشي بقى من واحد لاتنين، بس دي بقى ساعتها تبقى اسمها نوت اتنين داش. اتفقنا مع بعض ان اي نقطة هتبقى ايزنتروبيك هنديها كده الرمز داش. طيب لكن كتوتال انرجي مفيش اصلا خلال النوزل لو تفتكروا زيادة بتحصل في الانرجي، هو في انرجي كونفرجنج، فما فيش زيادة بتحصل في الانرجي، فده معناه ان التوتال تمبرتشر عند واحد هي نفسها التوتال تمبرتشر عند اتنين. خلي بالنا يا جماعة بقى، يعني انا لو ماشي لنقطة اتنين داش خلاص هننزل بالمنظر ده، انما لو ماشيين لنقطة اتنين بقى هنمشي طبعا بنفس التمبرتشر، يعني معنى كده بنفس الانرجي، فدي كده تبقى نقطة نوت اتنين. وعلشان كده حتى كنا دايما بنقول ان هو لو الراجل مدينا تي نوت واحد ده كده مش مدينا تمبرتشر واحدة، ده كده مدينا اتنين تمبرتشر اللي هي تعتبر تي نوت واحد وهي نفسها تي نوت اتنين، لان مفيش حصل يعني فرق في الانرجي، مفيش انرجي لوست حصلت، المفروض انرجي كونفرجن بس. طبعا انت لما تيجي ترسم بقى بي اتنين هتلاقي ان بي اتنين انخفض كده بشكل كبير، يعني هتلاقي بي اتنين بقى تحت كده شوية، والسبب في ده يرجع لان طبعا الجهاز اللي اسمه النوزل زي ما انتوا عارفين وانتوا ناس اساتذة يعني ان كل لما انت تمشي جوه النوزل ايه اللي بيحصل للاريا بتضيق، فده بيخلي السرعة بتاعتك تزيد، الديناميك هيد بيزيد، فده يخلي طبعا لما الديناميك هيد تزيد يخلي طبعا الاستاتيك بريشر او الاستاتيك هيد ينزل، هتلاقي ان بي 2 او اللي يعتبر الاستاتيك بريشر عند 2 المفروض يعني ان هو اقل يعني. وبعدين هننزل طبعا الاتنين، طبعا دي كده تعتبر نقطة اتنين داش خلاص، يعني المفروض نسميها اتنين اس يعني، بس احنا يعني خلاص اتفقنا مع بعض هنسميها اتنين داش. طب ده كده احنا اتكلمنا بالنسبة للمرحلة الأولى اللي احنا بنسميها الستيتور، لسه بقى في مرحلة تانية اللي هي تعتبر مرحلة الروتور، طبعا دي بنعبر عنها باتنين بريشر، البريشر الأعلى طبعا هيبقى اللي هو بي نوت تلاتة، والبريشر الأقل احنا ممكن بقى يعني ايه نستأذن المحور اللي اسمه اس ده نقول له معلش هننزل شوية بيك خلاص. طيب والضغط اللي هو أقل يعني طبعا سنة كده منه ده المفروض ان هو بي تلاتة، ده الاستاتيك يعني المفروض عند المخرج. وتعالى بقى احنا كده في مسار بنمشيه يعتبر كده مسار ايزنتروبيك، طيب مين هو المسار الايزنتروبيك بقى بتاعنا اللي هو انت هتمشي يعني من اتنين داش وتروح بقى لنوت تلاتة، طبعا دي كده تبقى اسمها نوت تلاتة داش. طيب وبعد كده هنروح لآخر نقطة اللي هي يعني اسمها تلاتة داش. طيب فانت الخط بقى الايزنتروبيك بتاعنا ده كده نقدر نطبق العلاقة الايزنتروبيك ما بين اي نقطتين عليه، يعني نقدر ان احنا نطبق ما بين نقطة نوت واحد ونوت اتنين داش، نوت واحد وواحد، نوت واحد واتنين داش، نوت واحد وتلاتة داش، نوت واحد ونوت تلاتة داش، نقدر ان احنا نطبق ما بين اي نقطتين على الخط ده العلاقة الايزنتروبيك بتاعتنا، وهو منها برضو احنا افتكرنا التي اس دياجرام ده كان بيترسم ازاي. طيب ده كده لو كان المسار الايزنتروبيك وطبعا بنرسمه سوليد لاين. طب ما انا ممكن امشي بقى المسار بتاعنا اللي هو المسار الاكتوال، يعني انا ما امشيش بقى من اتنين، وده اللي انت كنت بترسمه في السيرمو داينامكس، يعني انت في السيرمو داينامكس ما كناش بنلخبط دماغك بكل بقى البريشرز دي، كنا يا دوب بنرسم الاستاتيك طبعا، فانت كان ممكن المسار الاستاتيك بقى ده كنت تمشي كده ايه في اتجاه طبعا زيادة الانتروبي، طبعا زي ما انت عارف لو كان بقى يبقى في عندك ايه، لو كان هيبقى في عندك فريكشن، فتلاقي ان البروسيس شكلها كده حاجة بالمنظر ده كده. طيب يعني معنى كده، وطبعا انت يعني تحاول ان انت لما تيجي توقع نقطة اتنين، يعني دي بقى حاجة يعني ايه تكنيكال ليك انت، يعني انا بقى بص بقى خلي بالي بقى يا جماعة انا عايز اوقع نقطة اتنين تكون رأسيا من نقطة اتنين خلاص، يعني انا عايز نقطة اتنين ونقطة نوت اتنين يكونوا واقعين رأسيا مع بعض. طيب فأنا بقى هحاول إن أنا لما أجي أرسم
ان انا بقى لما اجي ارسم المسار بتاعي من نقطة استاتيك واحد لنقطة اتنين، هنحاول بقى يعني ايه نخليه يعدي في اتنين، اللي هي رأسيا لو طلعنا منها نقدر يعني بسهولة نروح لنقطة اتنين، عشان يبقى العلاقة ما بينهم طبعا ما بين النقطة والاستجنيشن بتاعتها تبقى العلاقة ايزنتروبيك، وبالتالي نتأكد كده ان احنا راسمين مظبوط يعني. طيب خلاص، يبقى ده كده المسار الايزنتروبيك بتاعنا بقى، خلاص اللي هو هيمشي المفروض من واحد، اللي انا نحط اتنين الاول وبعد كده يعني ايه يعني نسجل. خلاص اهو، خلاص دي كده نقطة ايه، دي نقطة اتنين. لازم بقى زي ما بقولك يا جماعة، نقطة اتنين تكون هي ونقطة اتنين على نفس العلاقة الايزنتروبيك، ليهم نفس الاس يعني. طيب خلاص، وبعدين بقى تقدر ان انت بقى ايه توصل بقى المسار بتاعك. خلاص يبقى مسار يعني ايه ايزنتروبيك كده بالمنظر ده، وطبعا انت هتروح بقى كده لاخر نقطة دي اللي هي تعتبر المفروض نقطة تلاتة. طيب عايز بقى تحط نوت تلاتة، خلاص فنوت تلاتة تبقى فوق تلاتة يعني، والعلاقة ما بينهم برضه تبقى ايزنتروبيك. يبقى ده كده احنا قدرنا نرسم ال تي اس دياجرام بتاعنا. انا حبيت ان احنا نراجع عليه برضه علشان خاطر لو كنا نسيناه يعني من المرة اللي فاتت. انت بقى بسهولة جدا المفروض تبقى حافظه يعني وترسمه على طول. طيب، وده اللي احنا كنا بنرسمه في السيرمو لو فاكرين يعني، احنا كنا بنرسم في السيرمو ان اما العلاقة تبقى نازلة كده اللي هي من واحد لاتنين داش لتلاتة داش، مكناش بنرسم بقى الحاجات التوتال الكتيرة دي. طيب، او ان انت تمشي بقى ادياباتك من واحد لاتنين لتلاتة يعني. طيب عايز ايه بقى؟ قالك والله اول حاجة الراجل ده عايزها، عايز يجيب the specific work done، عايز يجيب work stage. طيب طبعا انت المفروض يعني تستخدم بقى كل الجيفنز الموجودة، وهتلاقي ان هي ايه عمالة تشقلبك كده. فتعالى كده من المختصر المفيد بقى، طيب المختصر المفيد ان احنا هو مدينا طبعا ايتا توتال تو ستاتيك، هو كان قايل لنا عليها والله ان هي المفروض ب 85%. طيب ده كلام لذيذ. طيب المفروض ان ايتا توتال تو ستاتيك دي ايه بقى القانون بتاعها؟ المفروض ان احنا يعني ايه كنا قلناه يعني لو تفتكروا، كنا قلنا ان هو مين، ما هو ده اللي فيه الورك ستيج اللي انت عايزه، هو عبارة عن ورك الستيج اللي سيادتك عايزه او الريكويرمنت. المفروض ان هو مقسوم على سي بي، خلاص هو احنا بنتعامل معاه ان هو يعني ايه ايديال جازز يعني، المفروض ان هي تبقى كومباستبل جازز، فالسي بي ناخدها ب 1147، خلاص مضروبة بفرق التمبريتشر اللي هي تبقى تي نوت واحد، خلاص ماينس لو تفتكروا تي تلاتة داش. طيب تعالى كده نشوف ايه معانا من التمبريتشرز دي وايه لأ. طيب والله احنا معانا من التمبريتشرز دي هو كان مدينا الانتري اللي هي تعتبر مين يعني، اللي هي تعتبر تي نوت واحد، خلاص فاحنا تي نوت واحد خلاص اوريدي معانا ماشي، يبقى تي نوت واحد معانا، والسي بي ده جاز خلاص احنا هناخدها ان هي ب 1100 ايه 47، خلاص فانا تي نوت واحد معايا، يبقى فاضل ان انا اجيب تي تلاتة داش. طيب انا اتفقت معاك ان اي نقطة خلاص يعني ما بين نقطة نوت واحد وما بين تلاتة داش انا ممكن اطبق الايزنتروبيك ريليشن، يبقى هنطبق الايزنتروبيك ريليشن من نوت واحد خلاص لتلاتة داش. طيب ده هيقول لك ايه بقى؟ هيقول لك ان بي نوت واحد على بي تلاتة داش المفروض ان الكلام ده هيساوي تي نوت واحد على تي تلاتة داش، المفروض بقى يعني باور جاما على جاما ماينس وان. طيب احنا المفروض ان احنا نتعامل مع المفروض كومباستبل جازز مش اير بقى يا جماعة، خلاص هو الجاما بتاعته ب 1.33 خلاص، وبي نوت واحد هو الراجل كان مديها لنا في المسألة يعني، هو كان قايل لنا عليها ان هي 300 كيلو باسكال، فانا معايا بي نوت واحد المفروض انها ب 300 كيلو باسكال. طيب وبي تلاتة داش اللي هو الاكزيت او الاكزوست ستاتيك بريشر هو كان قايل لي عليه ان هو ب 100 كيلو باسكال بير من الامبيانت، يعني معنى كده انا معايا بي تلاتة خلاص هو نفسه ضغط تلاتة وضغط تلاتة داش زي ما انت عارف يعني ب 100 كيلو باسكال. طيب يعني معنى كده انا معايا الحمد لله بي نوت واحد ومعايا تي نوت واحد جيفن ومعايا بي تلاتة داش. طبعا هتعوض بقى هنا ان شاء الله تقدر ان انت تحسب مين
تي 3 داش. طيب بعد ما احسب تي 3 داش قال لك والله تقوم واخد بقى تي 3 داش بقى ترجع بيها هنا في الايتا توتال تستاتيك، خلاص بقت ايتا 3 داش معانا. طيب بسهولة جدا كده قدرنا نحسب مين، طبعا طالما طبعا الايتا 3 داش معانا والايتا توتال تستاتيك جيفن، خلاص وتي نوت واحد معانا والسي بي معانا، قدرنا كده ان احنا نجيب ورك الستيج. طيب ده كلام عظيم، خلاص جبنا يا عم ورك الستيج، ادي كده اول مطلوب. طيب تاني مطلوب خلاص هو كان عايز يجيب مخ اتنين، علشان تقدر ان انت تجيب مخ اتنين لازم تكون معاك سي اتنين على جاما ار تي اتنين، معلش عايزين نصلح هنا، خلاص جاما 1.33 خلاص هو مش اير هو كومباستبل جازز، صلح دي بس معايا كده. طيب وار طبعا المفروض ان هو بنتعامل يعني ان هي قرب الاير، يعني هي مش اير بس احنا هناخدها يعني زي بتاعة الاير. وتي 2 طبعا دي اللي هي المفروض الاستاتيك تمبرتشر عند 2، يبقى لازم يكون معايا سي 2 ولازم يكون معايا كل الحاجات دي. طب احنا نوصل لسي 2 دي ازاي؟ يعني ازاي نوصل لسي 2؟ قال لك والله في مثلث قائم بتاعها كده اهو، يعني انت لو تبص لسي 2 هتلاقي ان في مثلث بتاعها، لو انت بصيت له كده المثلث بتاعها ده خلاص. يعني انا لو عايز اوصل لسي 2 مبدئيا لازم يكون معانا السي اكسيال، ده شيء لابد منه خلاص، ويكون معانا الطول ده خلاص. يعني انا لو معايا السي اكسيال ومعايا الطول ده خلاص بايدينا كده لو شاورنا، لو انا معايا الطول ده ومعايا الطول ده اللي هو يعتبر طبعا الطول ده السي اكسيال زي ما يعني حضراتكم اكيد عارفين، لو احنا والله معانا دول الاتنين دول خلاص هنقدر ان احنا نجيب سي اتنين. طيب احنا والله ولا معانا ده ولا معانا ده، ده بالعكس ده السي اكسيال دي من الحاجات اللي هو كان عايزها اصلا. طيب ماشي حلو الكلام ده. طيب المفروض ان احنا يكون معانا الطول ده كمان، طب الطول ده كمان جزء منه اللي هو اليو. طب ويكون معانا بقى طول الحتة دي اللي احنا ممكن نظللها بالموف كده، يعني احنا يبقى معانا اليو ومعانا الحتة دي، والله اليو جافن يعني اليو جاهزة، يفضل ان انا اجيب طول الحتة اللي بالموف دي. طب ازاي اجيب طول الحتة اللي بالموف؟ قال لك والله لو انا معايا السي اكسيال ومعايا الزاوية اللي بالموف دي، خلاص لو انا معايا السي اكسيال ومعايا الزاوية دي انا اقدر اجيب المقابل ليها ده خلاص، يعني احنا هنقدر ان احنا نجيبه لان هو معانا يعني البيتا 2. طيب يبقى معنى كده ان اللي يحل لي المساله لو انا معايا الانجل اللي هي بيتا 2 خلاص، وبطريقه ما جبنا السي اكسيال هنقدر نجيب الطول اللي بالموف، وبالتالي يبقى معانا الطول بقى اللي هو المجاور يعني في المثلث بتاع سي 2 خلاص، يبقى بالتالي ومعانا سي اكسيال هنقدر نجيب سي 2، ويعني لو معانا سي اتنين هنشوف بقى ان احنا نقدر نجيب كمان تي اتنين، بس الموضوع كده واقع على ان انت تعرف تجيب الزوايا يعني. طب نجيب الزوايا دي ازاي؟ قال لك كده خلينا نفكر في الجيفنز اللي كانت معانا. والله هو كان مدينا في المسألة اليو بكام خلاص، يعني هو كان مدينا اليو في المسألة ان هي ب 500 متر بير سكند خلاص، فالمفروض ان الرقم ده جيفن، وانا معايا ورك ستيج. طيب فانا اقدر احسب الستيج لودنج فاكتور. ستيج لودنج فاكتور هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن ورك ستيج اللي احنا جبناه على نص يو سكوير، ده كده احد القوانين اللي احنا ممكن نستخدمها ليه، وزي ما قلت لك يعني خليك حافظ القوانين دي عشان قدر تقدر تحل وتنجز. فانت معاك ورك الستيج ومفروض ان انت معاك يو سكوير، يعني انا معايا ورك الستيج ومفروض ان انا معايا يو سكوير، فانا كده قدرت ان انا اجيب الستيج لودنج فاكتور. طيب بعد ما اجيب الستيج لودنج فاكتور اللي هو الابساي، ما انا عارف ان الابساي ده المفروض ان هو ليه قانون تاني لو تفتكره، كان ايه هو القانون بتاعه؟ قال لك والله هو عباره عن 2 الفاي طيب مضروبه في تان بيتا 2 خلاص زائد تان بيتا 3. تعالى بقى كده نبص للايكويشن دي، طيب الابساي معايا طيب لكن الفاي مش معايا، الفاي ده اللي هو كان الفلوكو اوفيشنت. طب هل انا معايا انجل من بيتا 2 وبيتا 3؟ تعالى كده نرجع، وقلت لك ان المثلث ده جميل جدا يعني. طيب انا معايا بيتا 3 ليه؟ لان بيتا 3 هي نفسها الفا 2 طبعا، لان كل زاويتين متقابلتين متساويتين، لان الديجري اوف رياكشن كان الراجل مديها لي بنص. طيب يبقى معنى كده انا ينفع ان انا اشيل بيتا 3 واحط مكانها 70 درجه، يبقى انا كمان كده معايا مين؟ معايا بيتا 3 اللي هي المفروض انها ب 70 درجه. يبقى انا لو هسمي مثلا المعادله دي، نخلي بالنا بقى دي كده تعتبر المعادلة رقم واحد، كده في عندنا فيها اتنين unknown، الـ unknown الأولاني اللي هو الفاي،
والانون التالت التاني اللي هو بيتا 2 او تان بيتا 2 على بعض، يعني ممكن نقول بيتا 2 او تان بيتا 2، خلاص دي كده معادلة. طب ما انا عايز معادلة يكون فيها نفس الحاجات دي، يعني انا عايز معادلة تانية الاقي فيها نفس الحاجات دي. طب ما انت عندك الديجري اوف رياكشن، وهو الراجل اصلا كان قايل لك عليها بنص. طبعا بعيدا عن القانون العادي بتاعها طبعا، اللي هي الاستاتيك انثالبي دروب اللي هتحصل في الروتور على الاستاتيك انثالبي دروب اللي بتحصل في الستيج، في قانون تاني ليها، وكان فانكشن برضو في الفلو، وكان فانكشن في الزوايا بتاعت الروتور بليدز، اللي هو كان بيقول ايه، استخدمناها حتى المسألة اللي هي اللي فاتت، وقلنا ان هو كان فاي 2 او فاي سوري على الاتنين، خلاص. طيب الكلام ده يتضرب فيه تان، المفروض يعني بيتا 3 ماينس تان بيتا 2. طيب برضو بيتا 3 دي المفروض ان هي معايا ب 70 درجة، فانا لو ابص بقى للمعادلة دي الاقي دي كده المعادلة اصبحت كده ان هي المعادلة رقم 2. طيب المعادلة رقم 2 دي المفروض ان هي مين الانونز اللي فيها، الفاي برضو ومين والبيتا 2. طيب هنعمل ايه في المعادلتين دول؟ قال لك والله احنا ممكن نقسمهم على بعض، يعني انت لو قسمت المعادلة اللي هي رقم 1 خلاص، يعني لو قلت كده المعادلة 1 تتقسم بقى يتم قسمتها على المعادلة رقم 2، هتلاقي بقى يعني ايه الاستوج لودنج فاكتور على اللامدا. طبعا دي خلاص جبناها، واللامدا اللي هو الديجري اوف رياكشن خلاص معانا بنص. طيب الكلام ده هيساوي ايه؟ قالك والله الكلام ده هيساوي 2 فاي في تان بيتا 2 زائد تان بيتا 3. طيب على ايه؟ قالك على فاي على الاتنين في تان بيتا 3 ناقص تان بيتا 2. طيب المهم يعني الفاي دي يا جماعة تروح مع الفاي خلاص. طب وانت معاك المفروض يعني بيتا 3، فبقت معادلة واحدة القانون الوحيد اللي فيها بيتا 2، فانت هتقدر يعني ان شاء الله تجيب البيتا 2، انا واثق فيك، وهتقدر ان انت تجيب الفاي. اذا جبنا الفاي الحمد لله. الفاي دي كانت ايه؟ قال لك والله هي سي اكسيال على اليو. طيب انا معايا اليو خلاص، يبقى احنا نقدر كمان نجيب مين؟ ايه ده احنا نقدر يا باشمهندس كمان نجيب السي اكسي. طب ده شيء جميل جدا. طيب هيفيدنا في ايه بقى يعني بعد ما نجيب السي اكسي؟ تعالى نرجع للمثلث، شايف الزاويه دي اللي هي بيتا 2؟ طيب تعالى هات لي التان بتاعتها، يعني تان بيتا 2 ده يساوي المقابل اللي هو الجزء اللي بالموف ده، خلينا نسميه اكس، احنا سميناه اكس قبل كده، خلينا نسميه اكس. يبقى معنى كده تان بيتا 2 هيساوي المقابل اللي هو اكس على المجاور اللي هو سي اي، يعني معنى كده اقدر طالما انا جبت تان بيتا 2 فاقول ان تان بيتا 2 هتساوي المقابل اللي هو اكس طيب على المجاور للزاويه اللي هو سي اكس. طيب وحتى انا قلت لكم ان في قانون كده، يعني المقابل لاي زاويه هو المفروض يعني الضلع العمودي في تان بيتا 2 او في تان يعني الزاويه، يعني بتنسى انت الكلام ده اجيبه، يعني ما مش هيفرق. سي اكسل جبناها وبيتا 2 جبناها. طيب يبقى معنى كده الضلع العمودي اللي هو المفروض ان هو بالاصفر ده خلاص، اللي هو بقى مجموع مين بقى، خلي بالك هو مجموع يو مين زائد اكس، ده كده الضلع معانا. يعني انت لو تبص للمثلث بتاع سي 2 هتلاقي ان المثلث بتاع سي 2 حاجة عاملة كده خلاص. المثلث بتاع سي 2 ده المفروض ان هو فيه ايه؟ قال لك والله المثلث المفروض ان هو بتاع سي 2 المفروض ان هو عبارة عن يو مين زائد اكس، دول معانا خلاص، ودي كده مين، دي كده المفروض انها سي اكسيال. طب مين اللي بيقفل بقى كده؟ ده المفروض يعني ان هو سي 2، فانا سي اكسيال معايا ويو مين جيفن والاكس جبناها، فسعادتك هتقدر ان انت تحسب سي 2. سي 2 تبقى عبارة عن ايه؟ قال لك والله الجذر التربيعي ليو مين زائد اكس تربيع خلاص زائد سي اكسيال تربيع. طبعا انا معايا كل الرجالة دي، فانا هنا قدرت ان انا اجيب سي 2. طيب حلو، احنا كده يعني يعتبر انجزنا حاجات كتيرة في المسألة. ازاي احنا حسبنا لك الاكسيال فلو فيلوسيتي؟ طيب عايزين بقى نحسب مين؟ عايزين نحسب المخ نمبر. طب المخ نمبر ده نحسبه ازاي؟
قال لك والله سهلة، ازاي يعني نحسب الماك نمبر واحنا معانا سي اتنين؟ بس احنا لازم عشان نحسب الماك نمبر يكون معانا تي اتنين. قال لك طب ما انت معاك ان تي نوت اتنين اللي هي نفسها تي نوت واحد، تعرف القصة دي، تي نوت اتنين وتي نوت واحد قد بعض، وهو كان جيفن عندك تي نوت واحد لو تفتكر، كان قايل عليها ب 900 ديجري سي. طيب الكلام ده المفروض يعني 900 ديجري سي معايا يعني، طيب الكلام ده هيساوي ايه؟ قال لك والله بقى يساوي تي اتنين، خلاص انا اتكلم من وجهة نظر اتنين، يبقى تي اتنين طيب زائد سي اتنين سكوير على اتنين سي بي بتاعة الجازز، سي بي الجازز معايا وتي نوت اتنين معايا هي نفسها تي نوت واحد، طيب والسي اتنين سكوير خلاص لسه جايبينها من فوق، اصبح كده نقدر ان احنا نجيب مين؟ اصبح كده نقدر نجيب تي اتنين. طيب فنقدر نحسب بقى الماك نمبر، كل بقى الترمات فيه معانا هي عبارة عن سي اتنين على الجذر التربيعي بتاع الجاما بتاعة الجازز 1.33 في الار، هنعتبرها ان هي وايت تكون اير، طيب مضروبة في تي اتنين، كل بقى الترمات اصبحت معانا، كده قدرنا ان احنا نحسب ماخ اتنين. طيب فاضل كده ان احنا نقدر ان احنا نجيب، عايزين بقى نجيب مين؟ قال لك والله ده احنا كده عايزين نجيب الايتا توتال توتال، خلاص احنا جبنا ماخ نمبر، خلاص بقى انت ايه اخر مطلوب اللي هو يو على سي اتنين، خلاص ما انت معاك سي اتنين ويو جيفن، فده لا معنى له اصلا، خلاص يعني احنا ده خلصناه. اخر بقى جزئية في المسألة عشان خاطر وبكده يعني المسألة دي تبقى خلصت، ويعني كل سنة وانتم طيبين برضو، الشيت ده خلص. اخر حاجة بقى هي طبعا ان احنا نحسب الايتا توتال تو توتال. طيب هي التوتال تو توتال افشنسي دي المفروض ان هي ايه؟ قال لك والله هي المفروض انها ورك الستيج، والله ده معانا خلاص يعني ده احنا جبناه. طب بس على ايه بقى؟ المفروض ان هو على السي بي، طيب مضروبة في تي نوت واحد خلاص اللي هي اوريدي معانا، ناقص تي نوت تلاتة داش، السي بي خلاص المفروض انها معانا وتي نوت واحد معانا، يبقى هو اصبح الموضوع متوقف على ان احنا نقدر ان احنا نجيب تي نوت تلاتة داش، يعني هي الفكرة كلها ان انت تقدر تجيب تي نوت تلاتة داش. طبعا كان الموضوع يبقى مباشر قوي لو انت كان معاك بي نوت تلاتة، لكن احنا للأسف مش معانا بي نوت تلاتة. طيب ازاي نجيب بقى بي نوت تلاتة ده؟ يعني ازاي نجيب البريشر اللي هو بي نوت تلاتة؟ فركزوا معايا بقى عشان خاطر ان احنا نجيب تي نوت تلاتة داش، ده موال بقى يعني، ده مش حاجة يعني ايه مباشرة. تعالى كده نشوف احنا ممكن نعمل ايه، هي ايه المشكلة؟ المشكلة في ان انت مش عارف تجيب تي نوت تلاتة داش، يعني انت لو جيت تفكر فيها كده، انا ليه مش عارف اجيب يعني تي نوت تلاتة داش واجيب الايتا توتال تو توتال واسيب المسألة دي واجري؟ يعني مشكلتك البسيطة ان انت ما معكش بي نوت تلاتة، انت لو كان معاك قيمة بي نوت تلاتة دي خلاص كنت يا محترم هتطبق ما بين نوت واحد وبين نوت تلاتة داش، فبالتالي تقدر ان انت يعني تجيب تي نوت تلاتة داش، لكن هي الأزمة كلها في ان انت مش معاك بي نوت تلاتة. طيب نعمل ايه بقى؟ قالك خلاص والله احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا كنا عايزين نطبق ما بين بي نوت واحد او نقطة نوت واحد ونقطة نوت تلاتة داش، طيب طبق كده العلاقة الايزنتروبيك ما بينهم، فهنقول ايه؟ هنقول ان بي نوت واحد اللي هي معانا بقى في المسألة دي كانت جيفن، طيب على بي نوت تلاتة داش، بي نوت تلاتة او طبعا هي تلاتة داش او تلاتة، ما هما الاتنين ايه؟ واقعين على نفس البريشر يعني، بس احنا دايما البريشر مش بنديله يعني رموز، فهنديله يعني بي نوت تلاتة، طبعا تلاتة وتلاتة داش ماشي، يا بي نوت واحد خلاص طيب على بي نوت تلاتة داش، طيب الكلام ده يساوي ايه؟ او بي نوت تلاتة، طيب الكلام ده يساوي ايه؟ تي نوت واحد على تي نوت تلاتة داش، انا كده رايح ايزنتروبيكلي لنقطة تلاتة داش، طيب باور جاما على جاما ماينس 1، طيب انت المقدار ده اللي هو جاما على جاما ماينس 1 لو انت يعني جيت تحسبه يعني والجاما عوضت عنها ان هي 1.33 يعني بيطلع قرب الاربعة، يعني في كده ناس تقول لك على طول ايه حط ده باربعة يعني عشان احسبها يعني تطلع قريبة قوي من الاربعة يعني. طيب انا تي نوت واحد معايا مفيش اي ازمة فيها، طيب الازمة فين؟ الازمة ان انا مش معايا بي نوت تلاتة ولا معايا تي نوت تلاتة داش، طب نعمل ايه؟ طيب في ناس بتألف بقى في القصة دي، بس احنا
في طريقة مباشرة هنجيب بيها القصة دي، مش عايزة تأليف. طيب انت لو بصيت لنقطة تلاتة ونقطة نود تلاتة، يعني انا لو بصيت لنقطة تلاتة ونقطة نود تلاتة، مع اي نقطة والاستجنيشن بتاعها فيما بينهم علاقة ايزنتروبيك، فانا اقدر اقول ايه؟ اقدر اقول بي نود تلاتة على بي تلاتة، اللي هي النقطة التوتال والاستاتيك بتاعتها، هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن تي نود تلاتة طبعا على تي تلاتة باور أربعة، أو اللي هي جاما على جاما ماينس وان. طيب فنخلي مثلا المعادلة اللي فوق دي كده، نسميها مثلا المعادلة رقم A، عشان احنا واحد واتنين دول سميناهم فوق. طيب تعالى كده المعادلة دي نسميها رقم B، ونشوف بقى مين يعني الأنونز في كل معادلة. والله الأنونز هنا المفروض يعني الأنونز عندنا هنا تي نوت تلاتة داش خلاص، وبي نوت تلاتة، إنما مين الأنونز هنا؟ تعالى بص، هو بي تلاتة دي كان لو انت فاكر مدهلنا في اول المسألة، ده الاكزوست بريشر المفروض انه 100 كيلو باسكال. بي نوت تلاتة مش معانا خلاص. طيب تي تلاتة المفروض ان هي برضو لو تفتكر مش معانا، يعني احنا ما كانش معانا تي تلاتة لو فاكر خلاص. تي تلاتة ما كانتش معانا، احنا اللي احنا قدرنا نجيبها لو فاكرين تي تلاتة داش، يعني لو في اول المسألة تفتكر كده اللي احنا قدرنا نجيبها تي تلاتة داش، احنا كده تي تلاتة مش معانا. طيب وتي نوت تلاتة مش معانا، يعني كده احنا عندنا تلاتة unknowns في المعادلة دي. بس انت لو جيت فكرت انت تي نوت تلاتة تقدر تحسبها، يعني انا مش هحسبها unknown. ليه؟ لان انا عندي سكة سهلة منها اقدر احسبها. طب مين هي السكة دي يا هندسة؟ طب ما انت جبت work الستيج يا باشمهندس لو تفتكر. و work الستيج طبعا اللي هو الاكتشوال، هو عبارة عن ايه؟ ستيج الاكتشوال يبقى سي بي تي نوت واحد او تي نوت اتنين، لان هما الاتنين قد بعض، ناقص تي نوت تلاتة. طب وانا خلاص ورك الستيج ده انا حسبته، والسي بي ده جاز يعني اللي هي بألف ايه، مية طبعا، 47. طبعا انت لو خليت 1147 يبقى انت شغال ده كده بالجول لكل كيلو جرام كلفن. انا حابب انبهك ليه، لان احنا مش بنحل بارقام، فمعنى كده ان انت تسيب ورك الستيج بالجول لكل كيلو جرام، لانك لو خليت ده بالكيلو جول تخلي دي 1.1 يعني. فالتي نوت واحد معانا كانت جيفن تفتكروا في اول المسألة، واحنا هنشتغل كله بالكلفن يعني، فهنقدر ان احنا نجيب مين؟ هنقدر ان احنا نجيب تي نوت تلاتة، دي مفيش فيها اي ازمة. طيب اخد تي نوت تلاتة كده واروح بيها للمعادلة رقم بي، يبقى انا المعادلة رقم بي كمان تي نوت تلاتة معايا. طب اصبح فيها كام انون بقى المعادلة رقم بي؟ اصبح فيها بي نوت تلاتة وكمان تي تلاتة، يبقى انا كده في عندي اتنين انون. طب هتفتكر معايا كده يا باشمهندس، طب المفروض عارف ان اي نقطه والاستجنيشن بتاعها يعني تي نوت 3 وتي 3 في ايزنتروبيك ريليشن، او في سوري يعني ايه توتال تو ستاتيك ريليشن كانت بتجمع ما بينهم، ان تي نوت 3 بتساوي تي 3 زائد سي 3 سكوير على 2 سي بي. طيب ماشي، انا تي نوت 3 معايا، طيب لكن هل تي 3 معايا؟ تقول لي لا مش معايا. طب هل سي 3 معايا؟ لا مش معايا، بس اقدر اجيبها. ازاي نقدر نجيبها؟ ارجع بقى يا معلم لمثلث السرعات، يعني انت لو رجعت لمثلث السرعة بتاعتك طبعا، يعني انت ممكن تستغل التشابه بقى هنا، ان المفروض سي تلاتة هي نفسها في اتنين خلاص. طيب يعني سي تلاتة اقدر اجيبها، ما سي تلاتة اللي هو الطول اللي انا عايزه ده، يعني الطول اللي انا عايزه ده اللي هو سي تلاتة، انا اقدر استغل ان سي تلاتة بقى ده هو نفسه في اتنين بقى. طب فاقول ايه بقى؟ اقول ان سي تلاتة اللي انا عايزه بقى هنا ده هنجيبه من المثلث خلاص، سي تلاتة اللي هو نفسه في اتنين، ده نقدر ان احنا نجيبه من المثلث. هو الجذر التربيعي لايه؟ تعالى كده نشوف مثلث الفي اتنين عشان ما نقعدش نوجع دماغنا، احنا جايبين كل حاجة فيه. طيب هو الجذر التربيعي للطول الضلع ده خلاص اللي هو اكس تربيع زائد طول الضلع ده، ما انا كده جبت في اتنين، يبقى معنى كده ان هو الجذر التربيعي لمين؟ والله هو كده الجذر التربيعي طيب ل اكس تربيع زائد سي اكسيال تربيع، السي اكسيال معانا والاكس معانا خلاص، فاحنا كده نقدر نجيب مين؟ هنقدر نجيب سي تلاتة. طيب جبت سي تلاتة، بص بقى جميلة جدا بقى، لو انا جبت سي تلاتة ارجع بيها للمعادلة دي خلاص، السي تلاتة بقت معانا. طيب طالما السي تلاتة بقت معانا من المعادلة دي، يبقى احنا كده قدرنا نجيب مين؟ كده والله قدرنا ان احنا نجيب تي تلاتة خلاص، فتي تلاتة كده بقت معانا. طب لما تي تلاتة تبقى معاك ارجع للمعادلة اللي قبلها كده، بص كده في المعادلة اللي قبلها لو تي تلاتة بقت معانا خلاص في المعادلة رقم بي، يبقى احنا قدرنا نجيب مين؟
قدرنا نجيب بي نوت 3. طيب لو احنا قدرنا نجيب بي نوت 3 وسا سيكونسر ابتدى تجيب بي نوت 3، هترجع لمين؟ للمعادلة اللي هنا دي. مش انت بي نوت 3 معاك؟ يبقى مين كده الانون الوحيد اللي هنا؟ انا كده قدرت ان انا اجيب تي نوت 3 داش. مش انت قدرت تجيب تي نوت 3 داش؟ هتعوض بيها هنا، هتقدر تجيب مين؟ هتقدر تجيب ايتا طبعا، توتال تو توتال. هذا وبالله التوفيق. ده كده بالنسبة يا جماعة للشيت الأكسل فلو جاس تربن، يعني احنا حلينا فيه أنواع المسائل يعني المختلفة اللي عندنا، بداية يعني من اللي بتتكلم عن التي اس دياجرام بس، مرورا باللي بتتكلم يعني عن البارامترز اللي انت تبقى حافظها بس، وصولا بقى المسألة يعني مجمع كل اللي احنا شرحناه، استخدمنا فيها الفلوستي تريانجل، وكمان كان ليه سبيشال كيس ان عشان ديجري اوف رياكشن بتاعته 50% واحنا استغلناها يعني اسوأ استغلال، وكمان رسمنا التي اس دياجرام وقدرنا ان احنا نستفيد منه قدر الامكان عشان نقدر نحسب الايتا توتال تو توتال. طب بس هخلي بقى يعني ركز في اخر حتة دي، لان اخر حتة دي يعني ايه لفة يعني شوية معتمدة على انك تكون بتعرف تستخدم الريليشنز يعني. حاجة بس حابب انبه عليها، واحد بقى ممكن يقول لك انا يا باشمهندس طب احنا ليه نعمل كل ده؟ اللي هنقوله ده غلط يا جماعة، يعني اللي هنقوله ده الفرض اللي الراجل ده يعمله ده مش مظبوط. يقول لك ايه؟ يقول لك طب ما انت مش 3 داش ونوت 3 داش، ده الفرق ما بينهم السرعة اللي هي سي 3 داش. خلاص ما سي 3 داش دي احنا هنجيبها ايه؟ لا يا باشا اسمها سي 3 داش، لكن اللي عندك دي سي 3، يعني البعد اللي ما بين 3 داش ونوت 3 داش ده اسمها سي 3 داش. خلاص انما انت البعد اللي عندك في المثلث اللي هو سي 3 ده البعد ما بين مين؟ 3 ونوت 3. البعد ما بين النقطتين دول، ما تفتكرش هنا ان الايه الخطين دول يعني قد بعض، لان خطوط البريشر مش بتمشي متوازية يعني بالشكل المثالي يعني. طب ده كده بالنسبة لشيت الاكسل فلو جاستربن. شكرا، اشوفكم بعدين.